لا تغطيها بشي هلأ، خليها مكشوفة. شوفي يلي عملتي لعائلتي اليوم، أنا ما رح أنسى بحياتي كلها. رجعتي له بنته لبابا وشاف حبيبته بريتا، لهيك بدي قلك شكرا. عملتي هالشي مشان عائلتي، أنا ممنونك. ياريت فيني قلك وظهر لك مشاعري واعترف لك بالحقيقة كرم. أنا هلأ رجعت لهون كرمال هالعيلة وريشاب وعمي ماهيش كمان وكرمالك. عمتي انت فيك تنامي بغرفتي وانا بنام بغرفة الضيوف. لا ابني ما في مشكلة، انا بنام بغرفة الضيوف. ما عم افهم شيء ابدا، لما اجى بريدفي ما كان ينام الا بغرفة الضيوف، بس هو هلا ما عم ينام الا بغرفتك. من وقت اللي اجى لهون كل شيء بهالبيت تغير. شو رح تفرق ماما اذا بغرفة الضيوف ولا غرفة تانية؟ بالمناسبة انا عن جد مليت من كتر النوم بغرفتي، يعني تغيير شكله بس. شيل المزح ماما، بريت في هاد عمل شغلات كتير كرمالنا وكان بيقدر يقلعنا كلياتنا من هاد البيت. بعده لهلأ عم يدفع تكاليف العلاج من شان ماهيش. بقى شو المشكلة؟ شو عم تقولي كارينا؟ عم تدافعي عن بريت في؟ شو ما شفتي؟ ما سمعتي قدام الصحفيين وقدام ضيوفنا عم يقولوا ما هيش فقد عقله؟ اي بعرف ماما، بريت في ما كان لازم يعمل هيك وكل شي عمله غلط، ما كان لازم يقول ما هيش فقد عقله. بس ماما حاولي تفهمي موقف بريت في وليش عمل هيك. هي كانت حفلة الشغلة الخاصة ببريت في وكان في تجار معروفين، فجأة ماهيش فات لعندن وبلش بالعياط وصار يقول في حية. وقت بريت في توتر وغلط وقال قدام الكل إنه ماهيش فقد عقله على الآخر. فهمت، يعني كل العيلة صارت عم تحكي علي وهلأ عم يفكروا كيف بدهم ينقلبوا ضدي. الكل عم يحكي علي، شو هالجرأة اللي عم We'll be right back.